الخطأ ديالنا والميزيان والخلا ديالنا خليني اخواني عطرتي ماشي غير ميزاني عطر المصيبة الى عطر بقدم عطرتي ذاتي خطأ تقعد توب استقم ضرب يدي ليس العيب لكن العيب تمادي في الخطأ تمادي في العصيان وخسر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لا ينبغي الإنسان المسلم لكي تسنى قبل فوسط هذا الشعيرة العظيمة يعصي الله فوسط رمضان الناس يقلبوا يربحوا يقلبوا التراويح يقلبوا قراءة القرآن يقلبوا وداك تقلب الأفلام وتقلب الفيديوهات وتقلب قوة النعاس قوة التقشاب وبيضاء ماشي من الصفة ديال المسلم المسلم الحقيقي من العلماء يقولوا إذا ما تبقى الحد قبل رمضان وفي رمضان أو إذا استوى الحد قبل رمضان مع رمضان بحال كلمة قبل رمضان بحال رمضان هذا ماشي من علامات من علامات الصلاح ولا علامات الخير إنما الأعمال بخواتيم فرض الإنسان ولا ما فرض يزيد يكمل وفقك الله تعالى الصيام القيام قراءة القرآن كن على بال كن على بال شحال من واحد كيدير إنجاز لكن خصو كيفاش يحافظ على الإنجاز عندك شي حاجة كسبتيها صعيب تكسب ولكن أصعب منه تحافظ على هذه المكتسب ثاني يدير أعمال ومجهود وتاوجر تلخر وتدعي عليه الفرصة وتدعي عليه ديك الأمانة وتدعي عليه ديك الإنجاز ماشي من صفات المسلم وفقني الله صايم وحياني حتى درت رمضان باش نربح باش نخسر رمضان جاي يكمل أنا نزيد في نيشان الجياد الأصيلة الجياد الأصيلة خير من هذا الزمن القديم إذا ما كان عادوك جراو إمتى الناس كي يقاوم ويتجهدوا إلى قرب النقطة النهاية هنا يبان المخلصون هنا يبان الصادقون في رمضان هنا يبان أثر واش استفتي في رمضان رمضان جاي كي يكمل خدمة يا ربي ليلة القدر يا ربي يا ربي واش ما عندك دروس ما عندك طلبة ما عندك أغراض ما عندك هموم ما عندك ديون ما عندك دابا يا ربي ما يخرج رمضان حتى كانوا السلف الصالح لائحه لائحه ديال الادعيه هذا رمضان بغيت سيدي ربي يعطيني كذا واحد جوج والله العظيم يقسمون بالله العيد اللي هي كيبدا داك الشيء كيخرج بحال النبات زرع في رمضان داك الشيء كيخرج بشريات دعوات هدايه الابناء مشاريع زواج امور الذنوب سنستقم على الدين بمعنى انسان كرموا وقبلوا واستجبوا وعتقوا كذلك الامر الثاني ان ليله القدر ارجح ما تكون في هذا العشر احنا ما تسناو 27 كانوا يدوروا يجمع كيتسنى 27 شكون اللي قال لي كاين 27 العلماء اجتهدوا رجعوا 27 من عادة المغاربة أنهم كيحتفلوا ولا كي أولى العالم كي يترجوا الله تعالى باش تكون هي ولكن تحرروا في العشر الأواخر حديث آخر في الوتر من العشر الأواخر ولكن شكون اللي قال الوتر هي هذه احنا عندنا 29 الاخرين عندهم 26
إذا العاقل الكريم دخل العشرة يخدم وأسهل ما تكون تليلة القدر. ومن حلمها فقد حلم. بمعنى ربي يسهل الأستاذ ديال الامتحان وسهلوا ليه. إلا واحد ما يقوم إلا جوج ولا خرجوا ما جاوبوا باش يقول لي الدراري الآخرين وصاحبي قال لك لا الأستاذ سهل الامتحان وما جاوبوا ويعيبوا عليه. حتى حنا راه عيب على الإنسان جارو دمن وعيب آخر ما دركش دابا ملي كنسمعوا الإحياء إحياء ليلة القدر واش إنسان يبان في الربا داو إلا صليتي العشاء ما تيسر صليتي فوقتو صليتي التراويح دعيتي الله شوي ديال القرآن أنا عزتي فقتي قبل الفجر شوي ديال الركيعات دعوة سحرتي صليتي الصبح مع الجماعة والله تدرك بالله من اللي موفق الله مزغوب شاش قلت مغبون من حرمها من حرمها فقط حرم واللي درك رمضان ما ربح فيه لا فضل ديال ولا القدر فلا غفر الله اخواني هادشي راه سمعتو عاود سمعتو ديال بينا نذكرو كنذكر راسو نذكر يا اخوان ديالي باش الانسان يحاول ورمضان ما بعده راه كاين بعض الناس واحد الطبيعه في واحد العدد ديال كيصغي ل 27 يقول لك تشوى الفقير هادي مال لا الصلاة لا القرآن لا هذا السبب رب صائم ليس له من صومه نجم ولا عطش خرجوا الناس كذا وغادروا يستلوا بسدر خرجوا بالخصم ما يوفقنا الخير سبحان الله تعالى ونزيدكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يبشر الصحابة بليلة القدر وراها لي الله قال لي القدر نهار كذا جا باش يخبرهم لقى جوج متناطحين من لقى ذاك المنظر هزا لي صدر قال لي جئت أخبركم